أعجبني شخصياً في هذا القانون هو اعتماد مسطرة الإنقاذ وليس مسطرة التسوية والتصفية التي حقيقة عندما أنطق بها التسوية والتصفية هذا يعني حل المقابلة، ضياع مناصب شغل، ضياع حقوق الممولين، ضياع حقوق الدائنين وربما تدهور الاقتصاد المحلي. ما أعجبني كذلك وما أثار انتباهي في هذا القانون هو اعتماد مصطلح مسطرة المصالحة وليس التسوية والتصفية. فالمصالحة تثير الأمل في نفس المقاول وتثير حسن النية من منطلق حسن النية، فمعه ولا تجارة وخاصة الكتاب الخامس كان المقاول مهددا بالعقوبات السجنية وبالإكراهات البدنية وبالحجوزات ولو على الأملاك المنقولات أو العقارات الشخصية. ربما مع القانون 1773 سيحس المقاول أولا والمقاول الصغير خاصة ببعض الحماية القانونية وببعض الأمل في انبعاث نشاطه التجاري، كما سيحس المستخدمون بالحماية القانونية من خلال احتفاظهم بمورد عيشهم. فتواجد المقاولة هو صحي لمناخ الأعمال والاستثمار. فالمقاولة خاضعة للضريبة وتساهم في تمويل صندوق الدولة. إذن لا أظن أن تكون مراجعة مدونة التجارة في كتابها الخامس إلا فرصة لتجديد مناخ الأعمال والاستثمار ولتشجيع المقاولين الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة. ربما أخذت الكثير من الوقت لأن يعني هذا موضوع مهني وشخصي. أتمنى للجميع تبادلا مفيدا للأفكار وخاصة للطلبة والطالبات الذين أدعوهم للاستفادة كثيرا من أشغال هذه الندوة الوطنية والاستفادة